تخيل معايا وجود مكان في الكون. المكان ده فيه فقاعة ذرية صغيرة بتتشكل، وجوه الفقاعة دي كل الفيزياء اللي نعرفها بتتوقف عن الوجود، والذرات ما عادتش موجودة، والقوى الأساسية اللي نعرفها ما عادش ليها أي وجود، وما فيش حاجة حرفيا من اللي نعرفها بقى ليها معنى. تخيل بعدها بأن الفقاعة دي عمالة تتوسع للخارج بسرعة الضوء، وبتخلي كل شيء تلمسه يختفي من الوجود بلمح البصر، مذنبات على كواكب على أنظمة شمسية، ده حتى المجرات مش هتسلم منها، وكل الجزيئات اللي بتكون الحياة هتندثر زي الرمال في مهب الريح حتى يتوقف الكون بأكمله عن الوجود. وده شيء حقيقي للأسف وممكن يحصل فعلا، ولو هيحصل فوقتها مش هيكون عندنا أي معرفة بحدوثه، لأنه بينتقل في الفضاء بسرعة الضوء. وأول شيء هندركه هو انفصال ذرات جسمنا عن بعض وتطايرها في كل الاتجاهات، وقتها الوجود هينتهي والعدم هيسيطر. فيلا تعالوا مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة، نتعرف أكتر على سيناريو غامض من سيناريوهات نهاية الكون، ونشوف مع بعض البحث الجديد اللي بيسلط الضوء على أول دليل تجريبي على السيناريو ده في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي. كوكبنا موجود من أكتر من 4.5 مليار سنة، ومن المتوقع أنه يستمر نفس المدة دي مرة تانية، وده اعتمادا على تطور نجمنا الشمس وتوقيت وصوله لنجم عملاق أحمر، واللي وقتها هيكون قريب جدا لكوكبنا لدرجة أنه هيحوله لجحيم كوني، وبكده تكون ظروف الحياة المناسبة انتهت. ولكن لو هنبص للموضوع من ناحية الظروف المناسبة للحياة، فنقدر نقول اننا مش شرط ننتظر المدة دي كلها، انما ممكن ظروف مباشرة تتدخل وتنهي الحياة على كوكبنا، زي النيازك اللي يعتقد انها انهت وجود الديناصورات في السابق، او ممكن نتخيل سيناريو زيارة وتدخل من غير سابق انذار لثقب اسود او نجم نيوتروني داخل نظامنا الشمسي، ولو قرب حد منهم بدرجة كافية من الارض وقتها حيتم تمزيقها حرفيا بسبب قوة الجاذبية المهولة، او ممكن انه يؤثر على كواكب المجموعة الشمسية ويعمل لخبطة في مجموع كمية الجاذبية المطبقة على نسيج الزمكان، وساعتها كوكبنا يا هتبتلع الشمس او هيبعد عنها ويتجمد مع مرور الوقت. والحقيقة ان سيناريوهات زي كده رغم انها نادرة الا انها مش مستحيلة الحدوث، وبكده دي تكون الطرق الممكنة للتخلص من كوكبنا. بس يا ترى ايه هي الطرق الممكنة للتخلص من الكون بأكمله؟ لما نيجي نتكلم عن سيناريوهات نهاية الكون، فوقتها عندنا 3 سيناريوهات مألوفة، وانا سبق وعملت عنهم فيديو كامل بيشرحهم بالتفصيل، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. ولكن خلونا ناخد عنهم فكرة سريعة. واول سيناريو معانا هو البيج كرانش او الانسحاق الكبير، واللي يعتبر عملية معاكسة للانفجار العظيم او البيج بانج في بداية الكون. وفي السيناريو ده بيتوقف توسع الكون عند مرحلة ما، وبتبدأ الجاذبية انها تسيطر على كل الكون، وساعتها الكون بينكمش على نفسه مرة تانية لنقطة ذات كثافة لا نهائية. اما عن تاني سيناريو معانا اللي هو التمزق الكبير، واللي بيقول ان توسع الكون هيفضل يستمر لحد ما تبقى الاجسام البعيدة غير مرئية، ولدرجة ان النجوم مش هتبان في سماء الليل، وفي النهاية التوسع هيمزق المجرات والانظمة الكوكبية وصولا للذرات. اما عن ثالث سيناريو وهو الهيت ديث او الموت الحراري للكون، واللي بيقول ان التوسع هيحصل ولكنه مش هيبقى دراماتيكي لدرجة انه يمزق الجسيمات والذرات، انما هيقف عند الذرات ولكن النجوم هتموت وحتى الثقوب السوداء هتتبخر، ويفضل الكون مظلم للأبد بدون اي بنية او كائنات. والحقيقة ان معرفة السيناريو اللي مقرر انه يحصل ده شيء صعب جدا وممكن يكون مستحيل، لانه بيعتمد على معرفتنا لخصائص الكون وكثافة المادة فيه بدقة. ولكن حاليا يعتبر سيناريو الموت الحراري اكثر السيناريوهات المرجحة لنهاية الكون في علم الكونيات والفلك. ولكن بغض النظر عن طريقة موت الكون، الا انه مش لازم نشغل بالنا قوي ونخاف، لان الموضوع هيحصل ولكن في المستقبل البعيد جدا. والحقيقة ان العلماء حاليا بدأوا يقترحوا فرضية غامضة لنهاية الكون، واللي مؤخرا لاحظوا اول دليل تجريبي بيدعمها، وعلشان نفهم ايه هي ونعرف تفاصيلها لازم الاول نعرف شوية حاجات. في نظرية الانفجار العظيم اللي حصلت من حوالي 14 مليار سنة، العلماء قدروا يعرفوا ان الكون في بداية تطوره مر بتحولات جذرية كتيرة، والتحولات دي أدت لتقسيم وانفصال القوى الأساسية الأربعة في الطبيعة،
وأدت لظهور الجسيمات اللي نعرفها حاليا. وكل اللي قلته ده حصل لما كان عمر الكون أقل من ثانية واحدة بس، ومن بعدها الكون فضل مستقر. ولكن العلماء مؤخرا بدأوا يقولوا إن الكون مش هيفضل مستقر للأبد، وعلشان نفهم استقرار الكون لازم نفهم أكتر التحولات الجذرية اللي حصلت. التحولات دي نقدر نشبهها كده بمثال المية اللي بنشربها يوميا. تحولات بتحصل للمية كونها مادة، تحولات بتحولها من حالة لحالة، من سائل لغاز أو من سائل لحالة متجمدة صلبة. ولكن التحولات الجذرية الأكثر غرابة في كوننا هي اللي بتحصل للمجالات الكمومية. سابقا كان بينظر للفضاء على انه بيحتوي على وسط مادي بينتشر الضوء من خلاله، والوسط ده كان بيسمى بالاثير. ولكن الكلام ده ما عجبش مجموعه من العلماء ومن ضمنهم اينشتاين، واللي كان شايف ان الفضاء فارغ ولا يحتوي على وسط مادي. ووقتها علشان يتاكدوا مين اللي كلامه صح اتعملت تجربه اسمها تجربه مايكلسون مارلي، واللي نفت وجود الاثير، وبكده الفضاء ضلع فارغ. ولكن بعد فترة مش طويلة وبعد ظهور ميكانيكا الكم ودمجها بالنسبية الخاصة لأينشتاين، قدر العلماء يتوصلوا لحقيقة ان الفضاء مش فارغ، وانه بيحتوي على مجال كمي هو المسؤول عن خلق الجسيمات الأولية في الطبيعة. فبكده نقدر نقول ان المجال الكمي هو اللبنة الأساسية للكون، وكل نوع من الجسيمات في الطبيعة ما هو إلا نغمة معزوفة على وتر المجال الكمي الكوني أو الرغوة الكمومية كوانتوم فوم. ومن خلال الوتر اللي بيتعزف ده بيظهر معانا جسيم من جسيمات الطبيعة. واحدة من الإثباتات القوية اللي بتثبت صحة نظرية المجال الكمي هو تأثير كازيمير أو كازيمير إفكت، واللي تم افتراضه في البداية سنة 1948 من العالم الهولندي هندريك كازيمير، واللي وقتها تنبأ بوجود قوة بتحصل لما نحط لوحين منفصلين عن بعض في الفضاء، والقوة دي هتخليهم ينجذبوا لبعض ويلزقوا ببعض. وده ما كانش بفعل الجاذبية، إنما بفعل تقلبات المجالات الكمية اللي بتكون من برة أضلاع الألواح أكبر من الداخل. فده بيعمل قوة بتقرب الألواح من بعض، وبكده يكون حصلت القوة اللي سببت الضغط ده. وفعلا مع تقدم التكنولوجيا تم التأكد من التأثير ده من خلال علم النانو تكنولوجي برضه، وده اللي ساعد في صناعة أكتر وأصبح واحد من أهم التأثيرات في عالم ميكانيكا الكم. ولو عايز تعرف أكتر عن نظرية المجال الكمي فأنا سبق وعملت عنها فيديو كامل، حاسب لك اللينك بتاعها في الوصف. وده بيقول لنا إن حتى لو في الكون في فراغ وممكن نقول ده مجازا، فلازم يكون في حد أدنى من الطاقة. والحقيقة إن الطريقة اللي بتتفاعل فيها خطوط المجال الكمي في الفضاء هي المسؤولة عن تشكيل قوى وفيزياء وجودنا، والوجود ده بيرتكز على 4 قوى أساسية: الجاذبية والقوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية القوية والقوى النووية الضعيفة. وفي بداية الكون كانت كل القوى دي متحدة مع بعضها، ولكن مع انخفاض درجة الحرارة وتوسع الكون خضعت المجالات الكمية دي لتغييرات جذرية، وانقسمت القوى واحدة ورا واحدة لحد ما في النهاية انفصلت القوى النووية الضعيفة عن القوى الكهرومغناطيسية. وزي ما قلنا ان كل اللي حصل ده حصل في اول ثانية من عمر الكون، ومن بعدها فضل كل شيء مستقر على وضعه وما حصلش اي تغييرات او انقسامات، واستمرت القوى الاربعة في تشكيل ونحت شكل كوننا الحالي. وعلى الرغم ان يبان ان الكون مستقر، الا ان في عالم الحقول الكمية ممكن يحصل شيء مفاجئ يغير من استقرار الكون للابد. زي ما قلنا مسبقا ان الفضاء الخارجي مش فارغ بمعنى الكلمة، انما بيحتوي على تقلبات كمية بتنتج الجسيمات المسؤولة عن القوانين الاساسية للفيزياء في جميع انحاء الكون. اما عن تاني حاجة لازم نعرفها هي ان كل شيء في كوننا بيميل لوجوده في الحالة منخفضة الطاقة، الحالة اللي بيكون فيها مستقر وبيمتلك فيها اقل مقدار من الطاقة. فعلى سبيل المثال تخيل معايا كرة كده موجودة على قمة جبل غير مستقر، فوقتها الكرة بتمتلك مقدار طاقة كبير، لأنه يعني بمجرد نفحة هواء أو أي خطأ غير مقصود الكرة هتقع وتفقد كل طاقتها وترتطم بالأرضية المنخفضة تحت الجبل، وبكده هتكون في حالة الاستقرار اللي بتميل ليه كل الجسيمات في الطبيعة. وبرضو الحالة الاستقرارية دي بتميل ليها المجالات الكمومية، والحالة دي بتسمى بالحالة الفراغية أو الفاكيوم ستيت. والتسمية دي ملهاش أي علاقة بالفراغ، إنما مجرد تسمية. ولما بتكون الحقول الكمومية الأساسية في حالتها الفراغية وقتها بيكون الكون مستقر، ولكن لو المجالات الكمومية وهي في حالتها الفراغية فقدت طاقة فوقتها ده يعتبر خلل،
خلل هيخلي الطريقة اللي بتشتغل بيها الجسيمات الأساسية تتغير، وده بدوره هيغير من طريقة عمل كنا، ويبان ان معظم الحقول الكمومية في حالتها الفراغية، فنقدر نكون مطمئنين لانها حقول مستقرة. ولكن رغم كده العلماء بيقولوا ان واحد من الحقول او المجالات الكمومية يبان انه مستقر، ولكن هو مش كده، والمجال ده هو مجال هيجز. مجال هيجز بوزون هو المجال المسؤول عن امتلاك الجسيمات في الطبيعة لكتلتها، والعلماء بيقولوا ان المجال ده من الممكن ان يكون عالق عند مستوى معين من الطاقة. فكر في مثال دحرجة الكرة لاسفل الجبل. خلينا نقول ان كل المجالات الكمومية في الطبيعة تدحرجت لاسفل الجبل، ولكن مجال هيجز وهو بيتدحرج للاسفل علق في وادي صغير على جانب الجبل، وده الشيء اللي منعه يوصل للقاع. ولو زي ما قلنا اقل كمية ممكنة من الطاقة بتتسمى بحالة الفراغ، فنقدر نعتبر ان الوادي اللي عالق فيه مجال هيجز يعتبر حالة فراغ زائف، لانه رغم انه يبان مستقر الا انه بيحتوي على كمية طاقة كبيرة، واي حاجة هتأثر عليه ممكن تسبب في نزوله للقاع وخسارته للطاقة دي. المشكلة هي ان كنا بيعتمد على خصائص مجال هيجز في حالته الحالية، فيا ترى الشيء اللي ممكن يخرج مجال هيجز من واديه ويرميه للقاع ويسبب تغييرات رهيبة في عالمنا. العلماء هنا فكروا وطلعوا بجواب، وهو تأثير في علم ميكانيكا الكم بيسمى بنفق الكم، وده ممكن نعمل عليه حلقة منفصلة نشرحه بالتفصيل. بس ببساطة التأثير بيقول انه بما ان الجسيمات الكمومية بتتصرف زي الموجات، فمن المحتمل انها تمر خلال حاجز بدل من انها تمر من فوقه. ولو ما فهمتش فتخيل معايا كده ان مجال هيجز عالق في الوادي ومنتظر حد يديله دفع ينزله للقاع، ولكن ده محتاج معجزة. ولكن اللي مش بيحتاج معجزة هو نفق الكم اللي ممكن يخلي مجال هيجز يحفر جوه الوادي ويقع لوحده من خلال انه يخترق الوادي بدل ما يمر من فوقه زي ما وضحت. لو خرج مجال هيجز من حالة فراغه الزائف وانحدر لحالة الفراغ الحقيقية، فوقتها هيحصل ما يسمى باضمحلال الفراغ الكاذب او vacuum false decay. وقتها الفيزياء اللي بتحكم كنا هتتفكك، وحينهار التوازن الدقيق بين الجسيمات الكمومية، وحتنتشر فقاعة من الاضمحلال الفراغي في جميع انحاء الكون بسرعة الضوء، ومع مرورها هيتوقف كل شيء عن العمل، المادة وقوى الكون بطبيعتها الحالية، وحتتغير قوانين الفيزياء تماما، وده بيخلي وقتها وجودنا مستحيل، لان الذرات هتفشل في انها تتماسك مع بعضها، والكيمياء اللي نعرفها في وقتنا الحالي هتتغير بشكل كامل. كل الكلام اللي قلناه فضل لوقت طويل مجرد كلام نظري وافتراضي جدا، لغاية ما ظهرت الدراسة الأخيرة للنور، واللي خلت الفيزيائيين يعيدوا النظر في الموضوع من تاني، لأن مختبر الذرات فائقة البرودة التابع لمركز بيتايفسكي لتكثيف بوزون أينشتاين في تورنتو قدم تقاريره لأول مرة عن رصد الظواهر المتعلقة باضمحلال الفراغ الزائف. والنتائج دي نشأت من التعاون بين جامعة نيوكاسل والمعهد الوطني للبصريات وقسم الفيزياء في جامعة تورنتو، واتنشرت في مجلة نيتشر العلمية. وبدل ما يستخدموا كنا كتجربة، طبعا لأن ده شيء مستحيل، قرروا انهم يستعملوا غاز فائق التبريد لدرجة قريبة من الصفر المطلق. وقتها الغاز اكتسب تأثيرات وظواهر كمومية غريبة، وده اللي طبيعي انه يحصل. ولكن اللي مش طبيعي هو ان في مرحلة ما اتعملت التجربة دي على الغاز ده، وتمكن الباحثين من تكوين فقاعات صغيرة بدأت بعد كده تنتشر أكتر وأكتر، وبعدها فضلت الحالة الغازية طاقتها تقل، وساعتها قدروا يثبتوا وجود أول دليل على اضمحلال الفراغ الزائف. وبغض النظر عن إثبات حاجة زي كده، هو شيء مرعب طبعا، ولكن الجانب الإيجابي منه هو أنه بيساعدنا في الكشف عن حقيقة الانفجار العظيم وحقيقة المادة وتكوين الزمكان، وده لأن كنا كان لا شيء وأصبح فجأة بيمتلك كل شيء، انتقل من حالة لحالة شبيهة بالفراغ الكاذب. يعني الكون في البداية نشأ من لا شيء وانتقل إلى شيء من خلال استخدام طاقة الفراغ الزائف، وده مش بيتعارض مع رأي بعض العلماء مع نظرية الانفجار الكبير اللي ممكن نفسرها بالطريقة دي، حتى نظرية التضخم اللي ممكن تتفسر بأن طاقة الفراغ الزائف تحللت إلى حالة طاقة مختلفة. في النهاية حتى لو كان موجود فقاعة أو واحدة أو مجموعة منهم توسعوا فعلا وهيدمروا الكون، فالجانب الجميل من الموضوع ان الكون كبير جدا لدرجة انه ممكن ما توصلناش الفقاعات ديت الا بعد مليارات السنين. ولو فاكر انه في النهاية ممكن يوصلوا، فبرضو ما تنساش ان بسبب توسع الكون المتسارع بسبب الطاقة المظلمة،
فممكن ما يوصلوش فقاعات ديت لينا ابدا. وعلى الرغم من انهم بيمشوا بسرعة الضوء الفائقة، الا ان السرعة دي مقارنة بسرعة توسع وتضخم الكون تعتبر ولا حاجة. وعلى الرغم من ان اضمحلال الفراغ الكاذب مخيف، الا ان في وقتنا الحالي في حاجات اهم نخاف منها، زي التغيرات المناخية ومشكلة طبقة الاوزون وتنظيف المحيطات ونقص الموارد المائية والحروب بين البشر. ايوه، الحروب بين البشر ممكن تفني البشرية. ناهيك عن مدعي الحضارة اللي بيرتكبوا ابشع جرائم بحق الانسانية. ربنا يفرج كرب شعبنا الابي الصامت في غزة. واخر حاجة مستني اعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا اول باول. وعلى وعد باللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة من انفوسفير، غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فامسلين، سلام عليكم.